تشرب حاجة؟ مش ناوي تسيبني في حالي بقى؟ زمان لما كنت بتجيني كنت بتسلم الأول. أنا راجع بدري مخصوص علشانك. لو كانت الطريقة السخيفة اللي سيادتك بعت تكلمني بيها دي ورقة شغل، أنا بطلت وخلصت. طب اقعد اقعد واسمع. مفيش كلام جديد يتسمع، أنا قلت اللي عندي. فريدة وريم أخبارهم إيه؟ كويسين. وأنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بحاول أصلح اللي أنت بوظته في حياتي، بس مش عارف. مش مصدقها دي. اللي أعرفه عنك إنك لما بتحب تعمل حاجة بتعملها. إلا إن أنا صاحي الأموات اللي ماتوا بسبب إيه؟ معلمتهاليش دي. الناس بتموت بمعاد يا يونس. الضعاف والفشلة بس هم اللي بيتعلقوا بالأسباب. صح، الضعاف والفشلة، عشان كده أنا بقيتش أنفع. مش أنت اللي تقول إذا كنت تنفع ولا لأ. مربي، شوف لك حد غيري يقرر له في حياته. أنت عمرك ما سألت نفسك يا يونس ليه أول ما عرفتك زمان وأنت عيل صغير وفرحان بروحك قوي تخترق مواقع رجال أعمال أوساخ عشان تفضحهم؟ ليه ما خليتش المباحث تعمل لك قضية؟ عشان كنت مفيد ليك. صح، لكن اللي عندهم إمكانياتك كتير واللي عايزين يشتغلوا معانا أكتر. أنا اخترتك عشان محدش قدر يشتريك، مش للبيع. أنت سبت مراتك وبنتك ليه؟ وأنت كنت عايزني أكمل معها؟ إزاي؟ هقولها إيه؟ هقولها على طبيعة شغلي معاك؟ ولا إن أبوها وأمها ماتوا بسببي؟ أنت عندك شك إن أنا بخاف عليك أنت ومراتك وبنتك؟ الذنب اللي أنت مشايله لنفسك ده بسبب اتنين ماتوا مهما كانوا قريبين، يخليك تفكر مليون مرة في ناس كتير هتموت وانت كان ممكن تعمل حاجة وما عملتهاش. مربي، ما تحسسنيش ان انا جبان وبهرب منك. انا خدمت البلد دي ودفعت الثمن، الثمن اللي انا وانت بس عارفينه. مهما كانت الاسباب انا مش هرجع اشتغل معاك تاني. خلصت. عربية رجالتك تحت سليمة. حتى لو قلت لك ان راضي لسه عايش